أكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن تماثيل أسود كوبري قصر النيل ليست في عداد الآثار المسجلة. وأضاف أن أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها فريق العمل من مرممي المجلس تتم بدقة وحرص شديدين وفقا للقواعد العلمية والفنية المتبعة والمتعارف عليها، مشيرا إلى أن هذه التماثيل ذات قيمة فنية وتاريخية عظيمة وجزء من تراث مصر الحضارية والثقافية والتاريخية.